اوكي وي ار ريكوردينج. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ كنت واخد اسبوع اجازه تقريبا، وبعدين الانسان دايما بعد ما بيرجع من الاجازه كده بيحس ان هو مش عايز يعمل حاجه. يعني انا مريح، ما اتعودت خلاص على الراحه، فمش عايز اعمل حاجه، ولكن في نفس الوقت بيبقى عنده التزامات. يعني عنده حاجات اصلا، يعني ايه زي ما تقول متكومه كده من الاسبوع الاجازه اللي هو اخده. بس برضو لا، مش عايز اشتغل، مش عايز اعمل اي حاجة، وانا حابب قوي ان انا قاعد بتفرج على التلفزيون، ما اعملش اي حاجة، مستقنيص، مستريح جدا، وانا في زون المتعة يعني. في نفس الوقت الانسان برضو بيحس بضغط متزايد بسبب انه كل ما يجي على باله الحاجات اللي هو عايز يعملها، فالموضوع بيبقى ستريسفول او بيضغط عليك، فبيقلل اساسا من استمتاعك في زون المرقعة. فانا بصراحة قلت خلاص، انا هستخدم ابسط تكنيك او ابسط طريقة للتعامل مع الحالة دي، اللي هو حالة ان انت عندك حاجات كتير بس مش عايز تعمل حاجة. وهي فكرة ان انا بقعد ارص الحاجات الاول، وبعدين هعمل حاجة واحدة بس من الحاجات ديت، ولو خلصتها وحسيت ان انا عايز اعمل حاجة تانية هعمل الحاجة التانية، وهكذا، بس يكون هدفي ان انا انجز حاجة واحدة بس من الحاجات اللي ورايا. دي خدعة نفسية بنضحك بيها على نفسنا، لان في الغالب بعد ما تخلص اول مهمة بتبقى عاملة بالظبط زي ما تاكل قطعة شوكولاتة، تحس انها حلوة قوي فتبقى عايز تاكل تاني. فانا عايز اكل حتة واحدة بس لو حبيت ان انا اكل كمان حتة هاكل كمان حتة. من هنا قلت طيب ما نيجي نوثق التجربة ديت، بحيث يعني ان دي حالة طبيعية بتحصل لنا كلنا، فنحاول نعيشها سوا ونشوف الخطوات ونشوف ايه النتيجة. ولكن مكسل برضو ان انا اطلع اجيب الكاميرا من فوق. يعني الموضوع وصل بان انا خلاني اكسل اصلا ان انا اقوم اشتغل، اللي هو لا انا لسه هطلع الكاميرا عشان اوثق ان انا بعمل الموضوع ده. فمن هنا قلت طب ليه ما استخدمش الحاجة اللي معايا، يعني اللي هو التليفون. وده التليفون بالمناسبة، وحطيت عليه الفلتر النوستالجيك ده اللي هو عاجبني جدا بصراحة. ففي الغالب كل الفلوج ده هتصور على التليفون، و ما اظنش ان هو يعمل فرق كبير، او لو عمل يعني خلينا نعرف في الكومنتس. نعمل قهوة الأول. This is my little coffee machine. قلب كتير. والله التليفون يعني اثبت ان هو ممكن تعمل بيه حاجات كويسه جدا، بس الايه الاكسبوجر بيبوظ كل شويه، فدي بتعمل مشكله كبيره. فالمهم يلا بينا نبدا ونشارك معاكم الطريقه. اول خطوه، بتجيب ورقه وقلم او التليفون بتاعك، ولكن يفضل جدا ورقه وقلم يعني، وانا بالنسبه لي استخدم الايباد بما ان ده ماي ديجيتال بين اند بيبر. تاني خطوه، بتبدا تكتب كل الحاجات اللي انت المفروض تعملها، او الحاجات اللي مسببه لك قلق او توتر. يعني واحد، مش عارف ارد على الايميلات، اتنين، اكتب مش عارف ايه، تلاتة، ابعت رسالة لاربعة، وهكذا. كل الحاجات المتعلقة بشغلك او بحياتك، الحاجات اللي هي ايه عاملة ضغط على دماغك ومخليك مش قادر تستمتع باي حاجة عامة يعني، فبتبدأ تكتب الحاجات دي. فانا هكتبها سريعا وارجع لكم. اوكي، دلوقتي انا كتبت كل الحاجات المفروض اعملها. الخطوة اللي بعد كده هي دي رقم ثلاثة تقريبا. الخطوة الأولانية إنك تجيب ورقة وقلم، التانية إنك تكتب كل الحاجات، التالتة بقى إنك تختار حاجة واحدة بس تكون مهمة وتكون عاجلة، ولو قعدت اليوم كله وما أنجزتش إلا الحاجة دي فأنت هتكون مبسوط جدا. يعني هي أهم حاجة وأكتر حاجة عاجلة أنت المفروض تشتغل عليها، وانسى كل الحاجات دي.
فانا بالنسبه لي بالصدفه هي التعديل على البلانر بالنسبه لي دلوقتي هي مهمه عاجله ومهمه، مهمه عاجله ومهمه، فبنشد خط طويل كده وننقلها الناحيه التانية هنا. فبالنسبه لي يعني الموضوع بسيط من انه ديجيتال، فمجرد ان احنا بنختارها وبعدين نقوم ايه نقلنا هنا ونقلنا الالف واللام معانا مش مشكله. ف دي بالنسبة لي دلوقتي انا هنسى كل الكلام ده، هنساه خالص، هعمل عليه بلور وهركز بس على المهمة دي، المهمة دي ان انا اعدل على البلانر. وكالعادة طبعا بنجيب التايمر بتاعنا وبنعمله على 25 دقيقة بومودورو هاي، وهبدأ اشتغل 25 دقيقة على المهمة دي فقط، وبعدين نشوف انجزناها ولا لا، محتاجين كمان بومودورو هاي ولا لا. فيلا بينا. اوكي خلصت اول سيشن من البومودورو، بصراحه عملت كذا حاجه بعدها واظن ان انا استحق حاجه حلوه. فده موسم الحلويات الجميله ديت، تحب السودانيه والحمص السمسميه، سمسميه وسودانيه و يا يعني بصراحه انا بحبهم في الغالب يعني. فبعيدا عن ان انا انجزت ولا حاجه، انا كنت كده كده هاكلهم بس باخدهم كتريت او مكافاه. واللي بعد كده ان انا دلوقتي خلصت ده فهمسحه خالص من طبعا يعني الشاشه مقلوبه، فيعني لو انت حابب بتقوم عامل تشيك على البتاع ده خالص كده، او يعني بتمسحه. بس افضل ان انت بتعمل عليه تشيك علشان في اخر اليوم تعرف انت انجزت ايه. لو انت عايز تكتفي بده دلوقتي فا اوكي نو بروبلم، انت خلاص انت عملت تاسك وشيء ما افضل من لا شيء، يعني اي شيء افضل من لا شيء، ده مبدا عندي يعني. فانت اوريدي خلصت حاجه. الحاجه اللي الغريبه جدا اللي هتكتشفها انك هتبقى مشجع جدا ونفسك هتتفتح انك تعمل حاجه تانية، فهتروح على نفس الليسته ديت. فاكر الليسته الجميله اللي احنا عملناها في الاول؟ المفروض اعمل لها بلور بس اتس اوكي يعني. فهتختار برضو الحاجه المهمه جدا جدا في ال 12 واحده دول، او دلوقتي هم 11، وبعدين تنقلها للمساحه ديت وما تخلصها نفس الكلام. فانا بالنسبه لي دلوقتي يعني حابب ان انا اتفرج على الوثائقي بتاع وسيه اللي هو ده، this one here. وبالنسبة لي يعني برضو ايه هيبقى نوع من المتعة والاستمتاع، فانا قلته هنا هخلصه وبعدين ارجع اعمل الحاجات دي لحد ما ايه توصل لنهاية اليوم، او لحد ما خلاص تحس انك اوكي this is enough for me today. ده طبعا لو انت شخص self employed فانت اللي بتحدد this is enough، او لو انت اوريدي شغال وعندك تاسكات هتسبلاي او هتابلاي سبلاي وابلاي الحاجات ديت لمدير او لحد في الشغل، فاظن انك ايه تشتغل عليهم واحدة واحدة، كل واحد تشتغل عليه 25 دقيقة وتاخد 5 أو 10 دقايق راحة، يعني استراتيجية فعالة جدا جدا. وهو يعني الواحد كان بادئ اليوم خالص مش عايز أعمل أي حاجة، ودلوقتي خلصت تقريبا حاجتين، لأن يعني زي ما قلت لكم اشتغلت على كذا حاجة بعد البلانر، وهو الحاجة التالتة هشتغل عليها. وأظن إن على مدار اليوم مش حاسس إن أنا ستريسد أو إن أنا ما أنجزتش حاجة، لا أنا أوريدي أنجزت، فدي استراتيجية حلوة جدا. فدلوقتي ليت مي إنجوي ماي حلويات واشوف الفيلم القصير بتاع اخونا وسيا. الفيديو ده حلو جدا يعني، وثائق الامام الصغير. انا طبعا لسه مخلصه بس رجعت على ايه على الشوت ده عشان تشوفه يعني. هسيب لكم الرابط بتاعه في وصف الفيديو او في وصف الفلوج، يعني حلو قوي. اكلم عبد الله حالا يعني عشان نديله ايه فيدباك، المميزات والحاجات اللي عجبتني جدا والحاجات اللي ايه اللي ياخد باله منها، لان في الغالب ده الاسلوب اللي الواحد بيتحسن بيه، الناس تدي له فيدباك constructive او بناء، مش اقول له لا انت عملت ده غلط وعملت ده غلط، اقول له لا خد بالك من ده، ده عجبني جدا. فبصراحه تجربه جديده وحلوه جدا ومثال رائع، وادعو اي اب او اخ كبير او شاب انه يتفرج على الفيديو ده، وفعلا ملهم يعني، بيحسس الواحد لا في حاجات كتيره تقدر تنجزها. بالفعل خلصت تو تاسكس من اللي انا كاتبهم ويمكن ازيد من كده كمان، ومتحمس ان انا اخلص اكتر من كده. والغريب في الامر ان انا كنت بادئ مش عايز اعمل اي حاجه، يعني في مشكله كلنا او معظمنا بيقع فيها، وهي ان انت بتفترض ان انت لازم تكون متحمس قوي عشان تبدا في حاجه، في حين ان العكس هو اللي بيحصل، انك لما بتبدا بتتحمس. فايا كان ما تنتظرش او ما تستناش افضل الظروف، او ما تستناش لما تبقى متحمس عشان تبدا. وهو بالفعل عملنا تو تشيك على تسكين من اللي احنا كاتبينهم. وخلينا اشارك معاكم برضو نقطه مهمه،
من شوية كنت قلت إن أنا التاسك اللي بيخلص بمسحه، ولكن لا ده غلط، خليه موجود لكن اعمل عليه خط علشان تنبسط لما تبص عليه. يعني ده بيدي لك دفعة دوبامين كده، أنت خلصت دول وهتاخد كمان واحد. فأنا بالنسبة لي التالي دلوقتي هيكون الاطلاع على كورس محمد، بعت لي فايل فهشوفه، فده مش هياخد وقت طويل وإن شاء الله خلصه. فلما أعمل عليه تشيك برضو باللون الأحمر بالمناسبة ده تطبيق نوتابيليتي على الأيباد، فبرضو بتحس لا يعني من لا شيء لخلصت 3 حاجات، فده شيء رائع. دلوقتي انا رايح العب تنس مع محمود صلاح صاحبي، يعني بقالي كتير ما اتحركش الصراحة، وحابب ان انا ايه اتحرك شوية. وفي حالة كده اسمها سبورتس هاي، اللي هو بعد ما تخلص لعب بتحس انك يعني ايه متكيف، لان هرمون اندروفين بيفرز بشكل كبير في الدماغ يعني. فبصراحة كلمني، فانا اصلا عايز حاجة تخليني ايه اتحرك، فيلا بينا. اوكي انا شفت الفوتج بتاعت التليفون، يعني وحشه. عارف مش اظرف حاجه، التليفون قديم شويتين. وانا دلوقتي بصور بالكاميرا جي 7 اكس مارك 2، بقالي سنتين ثلاثه اساسا ما مسكتهاش يعني. وده لان السبب الاساسي اللي مخليني مش بصور فلوجز بالكاميرا دي هي ان جوده الصوت مش اظرف حاجه، وكمان ما فيهاش اوبشن ان انا اركب مايك خارجي. يعني تكنيكال ديتيلز او معلومات فنيه يمكن ما تهمش كتير من الناس، بس بصراحه الحاجه الصغيره دي بتشجع الواحد ان هو ياخدها معاه في اي وقت، ويحاول يكابتشر او يلقط اكبر قدر ممكن يعني من الحاجات المثيره للاهتمام. خليني اوريك التاسكات اللي انا خلصتها، يعني انا خلصت اكتر كمان من اللي انا كنت متوقعه، وده شيء رائع، خاصه ان انا اليوم ده كنت مكسل خالص، ما مش عايز اعمل اي حاجه يعني. اوكي يعني احنا كنا خلصنا كذا تاسك، اضفنا عليهم ميتنج مع عمر واختيار منصة النيوزليتر، اكيد باقي كذا تاسك لسه ما خلصش، ولكن يعني دلوقتي هنبدأ نشتغل على واحد من دول لحد ما نخلصهم كلهم، واي واحد جديد هيجي على بالنا هنضيفه للليستة ديت. طبعا ده مش اظرف طريقة لو انت عندك حاجات معقدة جدا ومشروعات وحاجات كتيرة في حياتك، فانت محتاج تنظيم افضل من ده، ولكن ل 50% من الناس مثلا او معظم، مش عارف احدد الصراحه، لا نسبه كبيره، ولو انت كسلان فده افضل حل ليك. لو انت عندك حاجات معقده فاستخدام حاجه ديجيتال زي تيك تيك او نوشن هيكون افضل بكتير يعني من الحاجه البسيطه دي، ولكن انا اصلا كنت مكسل، ففكره ان انا انجزت حاجه في الاساس ده انجاز عظيم جدا جدا، انا اقوم احتفل حالا. اوكي ما حبيناش ان احنا نقفل يعني بجوده سيئه يعني، يعني بصور بالكاميرا الافضل دلوقتي، وده باختصار لما بكون كسلان ازاي بخرج من حتة الكسل دي، او ازاي بقدر اعمل كل ما يمكن عمله بطريقة بسيطة وسهلة، وازاي تحدد الحاجة اللي لها اولوية عندك يعني انك تشتغل عليها. ان شاء الله حاول قدر الامكان الفترة الجاية نعمل مور فلوجز، اتمنى ان يكون في كاميرا حجمها صغير كده احطها في جيبي وتديني كواليتي كويسة، او العدسة بتاعتها تبقى وايد والمايكروفون بتاعي يبقى كويس، ممكن السوني زي في 1 تقريبا نضيف لها عدسة كده وشوية حبشتكنات. بس حتى ذلك الحين يعني هنستخدم كل المتاح علشان نبروديوس سمثينج، عشان ننتج حاجة يعني. دايما اقول للناس استخدم كل المتاح، واظن ان ده افضل دليل على ده ان احنا صورنا بتليفون بكاميرا امامية سيئة، وصورنا بكاميرا قديمة صوتها سيء، وهو بنصور بافضل كاميرا فول فريم تقريبا سوني عملتها. فالعظة من الموضوع ده استخدم المتاح، واهم حاجة انك تنتج حاجة، وافتكر done is better than perfect. Done is better than perfect. شكرا. سلام.